ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا أنا كمان اشتقت لك كتير. تينا، لازم تعرفي إنه اللي صار بيناتنا على قد ما هو حلو، على قد ما هو مشكلة كبيرة لإلنا ولكل اللي حوالينا. المشكلة الأكبر إنه ما عاد فينا ننكره. ننكر؟ ليش بدنا ننكر؟ أنا عهد قلت له لوسام إنه أنا وياك دهرنا مع بعض. لازم تقدري ظروفي. أنا وضعي غير وضعك. أنتي ووسام مصاحبين وتقدروا تتركوا ببساطة وهذا اللي صار. وأنت كمان مصاحب جنى وبتقدر تستغنى عنك كرمالي، ما هيك؟ لا مو هيك. أنا وضعي أصعب من وضعك بكتير. معقد أكتر. شو يعني؟ بدك تتركني كرماله ما هيك؟ لا، وهذا اللي قصدته. أبداً من هاد. بس أنا بدي أحاول أطلع من الموضوع بأقل الخسائر. شو بتقصد؟
شو بتقصد إياد؟ شو بدك مني؟ بدي تعطيني شوية وقت، عندي شوية مشاكل لازم أحلها. بكرة بجيب زينة لعندك ونقعد ونحكي على رواق. عادي هيك تاخد زينة لعندي؟ بتزعل جهنة؟ لا، أنا رح أقول إنه زينة أصرت تروح لعندك وأكيد أنا ما فيني إلا لا. بكرة بشوفك وبنحكي. أنا لازم أمشي. بحكيكي. هاي. أهلا رامي، تفضل. لا لا معلش، أنا ما بدي فوت لهون، بس أنت أكيد جوعانة ما هيك؟ شكلك مرتاح اليوم. ما هو يزن لأنه بلش يقتنع الحمد لله. وأخيرا زينة الحلوة وينها؟ بأوضتها عم تحضر تلفزيون. أضرب سفرة طلع لهالبنت. معناها حضري حالك، أنت وهي وأنا ويزن، قولي لوسام نطلع مناكل أطيب أكل بأحلى مطعم، منفرفش عن حالنا شوي هيك يعني. طلعتي أسانين بأسانين. معك حق، منركب راس الحمار ومنطلع. دخلك شو فيها هالحياة غير كم لحظة مننبسط فيها؟ رح جهز زينة، ما رح أتأخر عليك. يلا لك ناطرك باللوبي. أوكي؟ شو هالصدفة الحلوة؟ وينو أخي العزيز؟ طلع لعندكن على الضيعة. ليه مانك عارف إنه طالع؟ بلا بعرف طبعاً، بس قلت لحالي بيجي لهون بلكي بطلع معه. كيفك يا بنت أخي الحلوة؟ اشتقتي لنا مثل ما نحن اشتقنا لك؟ رجعت بكير ماجد، نطرته وبعدين تلفنت قال مش قادرة تجي. خيا واختها عندها وعم بيحلوا مشكلة عائلية بخصوص ابنها. شو هي انت ظاهرة؟ ايه رايحة اشوف الشغل. اي شغل؟ بالميني ماركت عند عايدة بنت عمتي. عم تحكي عن جد هلا؟ انت بدك تشتغلي بميني ماركت بعد كل هالعمر؟ ليك نديم، اوعى ترجع تحكيني مثل لما كنا مجوزين جديد. كل ما اقول لك بدي اشتغل تحطمني وتهبط لي الدنيا على راسي. قبل كنت صغير وهبله، هلا خلاص بطلت صغيري وبطلت هبله. حق علي انه كان بدي اياك تعيشي محترمه؟ انت بتعرفي انه ما معك شهادات وانه شغلك رح يكون تحت ايدين العالم. كان بدي احميكي واحترمك. واضح قد ايه حميتني وقد ايه احترمتني. قعدتني بالبيت وصرت انت شغلتي وعملتي، صرت كرسي من هالكراسي، وانت رح تتنبش على مره نشيطه وفعاله ما هيك؟ ليك نديم، انا رايحه اشوف الشغل وبدي اشتغل، وبترجيك ما تتدخل فيي وتحطمني مثل زمان. اصلا مش انت اللي طلبت مني من سنين انه كل واحد لازم يعيش حياته منفصل عن التاني؟ فعمول اللي طلبته مني، بترجيك باي. دورتينا أكيد بتكون راحت تشوف الزلبي اللي عم بتكذب علينا وقلنا إنه بدها تتركه. كيف فجأة تغيرتي هيك معه؟ أنا ما صرت هيك فجأة حبيبي،
صار لك سنين بتعذب فيي لخليتني يصير هيك، وبشكرك على عذابك. يمكن هيك احلى وما كنت عارفه. طيب خليني اوصلك احسن ما تروحي بالسيرفيسات. لا ما عليه، خليني اروح بالسيرفيس واتسير انا والشوفير، ما تعطى الهمه. صار لي سنين ما حكيت مع ناس برات هالبيت. خدت كيفه فادي. لا يسلموا، بدي روح جيب اغراضي. يا ابني دي شيشه معمره، مش عايز تبقى راجل؟ خد الكيف. لا بتوجع لي راسي. يسلم، بدي روح جيب اغراضي. سهل انت برضه ابو الفوت، شكلك بتاع نسوان. حكوا لي انك مكوش على كل بنات الحته عندكم. لا مش هالقد، حاليا ما في حدا. انت اكيد بتشتغلني يا ابو الفوت، اكيد في حد مش عايز تقول لي. انت مالكش غيري دلوقتي على فكره، ممكن تحكي لي على كل حاجه. ليش انا عم بظهر من البيت يعني لشوف حدا؟ دواك عندي يا برنس. انت مالكش حل للزوز. كانت شكلها معجبه بيك النهارده لما كنا عندها. عدي عليها قبل ما تروح تجيب هدوم من البيت. مين قال لك انه عجبتها كتير؟ كلمتني وانا بعمل الشيشه في المطبخ. قاعد تسالني مين ده؟ ده لذيذ قوي وطيب. في نظام يعني. روح عد عليها دلوقتي وبعد كده روح هات هدومك وبرجع لي بالليل. روح قوم يا ابني. يا ابني امشي يا ابني، روح شوف رزقك وبس. انت هتروح في داهيه مع زوزو. لك وينك يا محمود؟ تعا على البيت، لانه اخوك جاي وجايب معه مجد وزهره، وقال بده يحل القصه كلها. لا عمتي لا، انا ما راح صدقه بشي، وباكد لك انه ما راح يطلع لعنا على البيت. لك والله هلا حكى معي مجد من سيارته واكد لي هالشي، يعني ما بقى الا يصلوا. حتى لو طلع ما راح يساعدنا، هذا كل يوم عم بيغرقنا اكثر من اليوم اللي قبله. انتوا مالكم منتبهين عمتي؟ يا حبيبي يا عيني، والله اخوك تغير وصار منيح، لانه اول ما عرف انه هجموا علينا وحرقوا لنا اغراضنا دغري ترك كل شيء تحت وطلع لعنا مشان يحل القصه. خلص منشوف عمتي، بس انا منه علي ما عاد صدقه. اخ طيب حبيبي طيب، مثل ما بدك. عمتي بتخبريني كل شيء عم بصير، وإذا إياد ما حلب معنا صافي أنا بعرف كيف أضغط عليه مثل ما لازم. أنتي خبريني بالضبط كل تفصيل بيصير. ماشي؟ ماشي حبيبي ماشي. وإذا أخوك سأل عنك رح أقول له في عندك شغل ضروري. ما رح يسأل عمتي، ما رح يسأل، له 20 سنة ما سأل عنا، هلا صار بده يسأل عنا. يلا يلا رح أسكر بعدين بحاكيك. مرحبا شريفة،
أهلين. كنت بدي أقول لك عدي مشان أعمل لك قهوة، بس صدري عم يوجعني على قد ما نشأ الدخان، نشأ الدخان لما حرقوا لنا أغراضنا. أصلاً أنا مش جاي أقعد، بس جاي أشوف أي متى بيوصلوا. هلأ بيوصلوا على الطريق، اطمني. على كل حال برجع بعد شوي بسأل. لا لا تغلبي حالي، أنا بس يصلوا ببعث لك الصبي وبقول لك اتفضلي. طيب منيح، إن شاء الله خير. شو جمله؟ سمعت إنه عمومتها للبنت مدبرين لعريس ختيار اللي بيطلع أدبوها. هيك بدهم عمومتها. ها قلتي لي هيك بدهم عمومتها، يعني ما بيسوى جيب سيرة شقفة الأرض وابن أخي إياد، ما هيك؟ مش أنت اللي بتعملي فيي هيك أنا وزهرة يا شريفة، ولا نحن بينعمل فينا هيك وبينحرق أغراضنا قدام عيوننا. نحن خايفين على البنت، واللي عمله مجد مش هين ابدا. وانتو يلي عملتوا فينا ماله هين ابدا. على كل حصل خير، اصلا نحن ما بدنا الا الخير. ان شاء الله دربي سد ما يرد. خلاص ولا تصدر مستر، تصدر. خبرتني زيزي انه اجيني ناس، بس ما توقعت انه يكون الشاب الحلو. بتعرف كنت حاسه انك رح ترجع، كنت متاكده من هالشي. بدي اخبرك سر. قلي. انا ما بعرف، وقت ما شفتك هيك حسيت انه حبيت. جينا تعي بابا تعي، عادي عبالي احكي انا وياك. قولي ايه بصراحة بابا، ما عبالي اقول شيء. انت ما تقولي، انا بقول. انا بعطيك رأيي بكل شيء عم بصير معك. رأيه الشاب عم بشوف الاشياء من الميل التاني. ايه رح اعمل تليفون وارجع لك. اوكي يلا. ان شاء الله يكون فادي. يا حبيب قلبي، يا عمره لأمك انت. ليه ما ضبيتي الغراضي وحطيتي لي اياهم تحت؟ يا حبيبي ضبيت لك هني، بس ليه ما عم ترد علينا انا وخيك؟ امي ما بقى بدي ارد على حدا، لانه ما بقى بدي اسمع كلام ياذيني. وين غراضي؟ ضبيتي لي اياهم؟ تقبرني يا امي. روق روق يا حبيبي، خليك معي. بدي اقول لك شيء، ليك قعدنا انا وبيك وحكينا وقررنا انه رح ننسى كل اللي صار. بس هيدا انتوا اللي قررتوه، انا قررت شيء ثاني. دقيقة وحدة بهذا البيت مش قاعد. ليموني حامضة بيلبالك ما يكون بدك تبقى بهالبيت. سامع البيك شو عم يحكي؟ سامعتي؟ شفتي لو قاعدين فلان البيت امي شفتي؟ تقبرني رؤية، تقبرني يا حبيبي. انا ما فيي اعيش وشوفك مشرد على الطرقات. مين بده يهتم فيك؟ مين بده يطلع فيك يا قلبي؟ انا قبلت من كل شيء، اصلا انتم ما بحيتوا حدا تونسي. لا ما اعطيناك شيء ابدا، يا بلا وفا يا بلا اصل. اسكت اسكت. ما سمعتي شو عم بيقول؟ صار قد الشهر شو بعده بياخذ. Thank you.
الجامعة. بس لحظة. يس. هلو دكتور. يس ام فاين. لازم تخافوا، لازم تكونوا قوايا وتدافعوا عن حبكم. والله يا عيو طلعت قصة هالصندوق هينة، أنا كنت متوهمة أكثر من هيك. لك إيه، أنا بس بديك تقعدي وتشرفي، والموظفين هن بيهتموا بزبونات، أنت بس على الصندوق. في بلش من بكرة؟ أكيد، بس ما اتفقنا على المعاش. معاش؟ أنا بدي أقبض معاش؟ إيه والله إذا بتقبضيني معاش بكون أول مرة بحياتي عم بقبض مصاري من عرق جبيني. خي شو حلو، لكن أنا لهالحالة ما رح أخرج، كل آخر جمعة بقبضك. عن جد؟ ولك حبيبة قلبي أنت عيودة بنت عمتي. تقبريني. هيدا نديم تشوف شو بده. بكون حايز بالبيت بلاية. طيب، رايح أشوف شو بدهن على الصندوق وبرجع لك. أوكي. ألو؟ وينك معها؟ ليش بعد ما رجعتي؟ شو بدك؟ بعدك بالبيت؟ بعد ما رحت عند صاحبتك؟ ما تلفنت لي. تينا وصلت من شوي وقاعد انا وياها. ايه عاد. سلم لي عليها كثير. في عارف ليه عم تلفن لي؟ ما تقول لي ما بقى فيك تقعد ولا نهار بلاي. لا عم تلفن لي لك تجيبي معك خبز اسمر ولبنه. خلصت اللبنه. تكرم عينك. وبحب طمنك انه انا من الجمعه الجايه رح بلش اقبض اول معاش واصرف على البيت مثلي مثلك. يلا بدي سكر لانه زبونات ناطريني، وعلى الساعه 7 عشيه بكون بالبيت. هي بالميني ماركت تبع بنت عمتها عم تشتغل. كتير منيح، أنا كتير مبسوطة له. أنت ليش زعلان؟ مش كل عمرك بابا بتطلب من الله إنه يستجيب لطلباتك وتشتغل هي وتوعى؟ لك وينها واعية وسو عم تشتغل وعم تلاقي حالها، عشو زعلان؟ معك حق. خليني أنا أحكي بقصتك أنت. لما فتت على الأوضة حكيتي إياد ما هي؟ قلت لك أنا وإياد خلص، خلص. والأكيد إنه أنا ووسام كمان خلص. اكتشفت انه من بعد ما خلصت القصه اني ما بحبه، وانه نو واي اقدر ارجع اكون معه. تعالي شوي فوليوم التي في. اي بعدي تيتي بعدي 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 تيتي بعدي. ابو محمود، ابو محمود، اوام تعب بسرعه، وصلوا اوام. نجم تعال قلك، تعال تيتي اوام، تعال تعال روح لعند جمال وقلها وصلوا. يلا اوام اوام. يا لكن شرفوا عنكر وعبلة وصلوا. والله يا اهلا ومرحبتين واهلا وسهلا بالابطال والعشاء يلي هربوا وتركونا تحت الضرب والنار. عمتي نحن جايين نطفي مشكله مو شعلة. بالله شو قلت لي جايين تطفوها؟ مو اهلا لزهره شعلوها وخلصوا وحرقونا وضربونا وشرشحونا. ليش هيك يا مجد؟ هيك بتعمل فينا؟ انا ما عملت شيء، انا خفت على زهره منهم، منشان هيك هربنا حتى ما ياذوها. اسمعي وليه
نحن بعتنا ورا أهلك، ولازم تعرفوا إنه أهلها فاقدين عقلاتهم لأنه طلعوا مخطبينها لرجال هنن بيعرفوا. مش مزبوط، مش مزبوط هالحكي، أنا ماني مخطوبة لحدا. روحي قولي هالحكي لقبيلة بني عبس يلي وراكي، يلي هجموا علينا مثل الذئاب وضربونا وحرقوا لنا أغراضنا وشرشحونا كمان. كيفك بابا؟ مثل ما أنا شايف يا ابني. تفضلوا تفضلوا تفضلوا. يلا يا حبيبي بدي استفيد ابنه وينو يا عم طول بالك بدي كسر راسك وراسك طول بالك والله كسرتكم كلكم يا جماعه طولوا بالكم شوي خلص خلص نزلوا سلاحكم نزلوا سلاحكم خلينا نعرف نتفاهم خلص ما في شيء نتفاهم عليه انا ولي امرها لزهرة وانا اللي بقرر مصيرها وزواجها وانا اللي بحميها من اولاد الحرام مثل هالمسطره هيدي يا استاذ انت فهمان الموضوع غلط زهرة ومجد ما هربوا مثل ما انتم مفكرين كل القصة وما فيها إني أنا أعطيته مصاري لمجد وهو راح اشترى خاتم مشان يجي يطلب إيده منكن زهرة انبسط وعانقته وبهاللحظة شافها شاب من عندكن وإيش أخبركن إيه زهرة خافت ومجد خاف على زهرة وإجوا لعندي على الأوتيل وأنا حأجسل عندي بالأوتيل أوضة لحالة نامت فيها لحالة ما حدا قرب عليها أبداً يا جماعة بنتكم محترمة ومرباية صدقوني حنعرض البنت على حكيم وإذا طلع كلامك بالصحيح إيكم بعالمكم كلكم سوا ولا واحد راح يبقى منكم طيب فهمت؟ ماشي جمال جيب البنت وتعي لوين بدها تمشي؟ خلاص ولا؟ اسكت انت شكون ربك انه بعدك عم تتنفس وما خلصت عليك لوين اخذين البنت؟ على البيت وين انا اخذها يعني؟ بس انا بحبها لزهرة وبدي اطلب ايدها منكم شو هالحكي؟ برقص لك بتبك لك؟ انا لو ما شفقان على بيك بيك اللي ما باقي له من هالدنيا الا انت كنت خلصت عليك من زمان يا حبيبي بنتنا مخطوبه لشاب من عيلي اكابر وانا نجوزها بعد سنه من عيلي بتجنن بلا صغره بلا صغره قلت لي وطالما عيلتنا مو عاجبه حضره جنابكم ليش الست جمال عرضت علي شافت الارض يلي طلعت لها من جوزها اذا بيتجوز اياد بنت زهره اسكتي شريف اسكتي لا ما بدي اسكت قالت لي خلي إياد يتجوز زهرة وياخذنا سوا على لندن مشان أخلص من هالضيعة النحس ومن هالعيلة يلي كلها نور ومجرمين يلا قولي لا وكذبيني يا جمال لكان ليش نزلتي ونزلتي بنتك معنا على بيروت مو مشان يشوفها إياد ويحبها آه مشي على البنت وياها مشي إذا بدك تجوزي للرجال أنا ما بحبه بالقوة رح أقتل حالي فاهم سكتي قديش بدك مهرة لزهرة أنا بدفع الرقم اللي بدك إياه بس جوزوها لما جد اسمعني يا أستاذ نحن أولاد بلد أصيلين لا مننشرها ولا مننباع أعطين كلمة للزلمة مال الدنيا ما منبيعها مشي يا بنت شي وإنت يا جماعة لحسابك بعدين شي بك مشي قدامي مشت خلص هلأ أفرجيك بالبيت أرمي له هلأ أفرجيك لك اعملوا شيء يا عمي إذا ما رح تعملوا شيء أنا رح أعملك هلأ بيطلوها يا جد ما حدا رح يقتله اسمعني منيح ما حدا رح يقتله روق انت ما في شيء ما بينحل روق اهدى مجد اهدى ابني الا من لاقي حل طمني شو صار معك جنانة بعتذر إذا عم بزعجك بس أنا بالضيعة و أنا مالي منيح مالي منيح أبداً شو بك إياد؟ ليه أنت هيك؟ لك قصة أختي زينة عم تتكرر هلا قدام عيوني ولا كأنه مرق 20 سنة ولا كأنه الناس تطورت ولا شيء كأهلها لزهرة بدون يجوزوها لواحد وعدينوا فيها من زمان وهي ما بدها هي قالت لهم انه اذا بتجوزوني اياها انا بقتل حالي ما صدقوها واخذوها ومشوا من زمان اختي زينة قالت نفس الشيء وما حدا صدقها ولا انا صدقتها بس هي عملتها
عملتها وقتلت حالها ورجعت لنا جثة. طيب انت ما تخلي هالشي يتكرر، اوعى تخليهم يعملوا فيها هيك. ما فيني جنب، ما بقدر، ما فيني اعمل شيء ابدا هون، انا مالي حدا واهلي مالهم حدا ومهجرين، واي غلطه بتطلع براسهم. واهلها لزهره ما بدهم يجوزوها مجد لانه شايفينه انه شاب مو من مستواهم ابدا. فهمت عليك. وهلا شو رح تعمل؟ ما بعرف، ما بعرف شو رح اعمل. انت وين؟ انا بالاوتيل وزينه جوا بالاوضه، ظهرنا كلنا سوا تغدينا مع رامي. طيب ماشي، بس ارجع بنحكي معناته. اوكي، سوق على مهلك. باي. باي. هيدا اياد كان عم بيقول لي انه ما بدي اعرف جنى، ما بيهمني. ليه زعلان مني؟ كان عم يبكي لأنه قلت لك ما بدي اعرف. انا وياك اتفقنا انه منضل اصحاب بشرط اني ما اتدخل بمشاكلك مع اياد، ماشي؟ طيب طيب اوكي. أنا أجيت لخبرك بأنه ساري اشتكت علي بالجامعة وقالت له أني أنا ضحكت عليها وجريتها لعندي على البيت، أنه أنا على علاقة معها من زمان وهلأ بدي أتركها. فرجتهم الصور وسمعتهم التسجيلات وهلأ الجامعة حولوني على مجلس تأديبي، يعني على الأغلب رح أنطرد. الحمد لله أنه ساري ما أنا قاصر، وإلا كنت انحبست كمان. يعني رح تسافر بكرة؟ ما بعرف إذا رح سافر أو لا، هلأ بشوف. بس ما رح أترك أخي يزن كرمال وحدة مثل سالي. يزن وحياته ومستقبله بالنسبة إلي أهم من كل هالقصص البلاطة عم بتصير. كأنك عم تقلي هالحكي لإلي؟ ليش حسيتك عم تجملني بسالي كأنه أنا وياها مثل بعض؟ أكيد لا، أنت ليش هيك حسيتي؟ لأنك من شوي كنت عم تقول لوسام إنه الواحد فيه سامح حبيبته إذا خانته. لكن ليش عم تحسسني إني واطية؟ لأني بعد ما قطعت علاقتي بإياد وعم بهتم ببنته بعدني عم بحكي معه. أنا قلت إنه في تغيير ممكن يصير شوي شوي مع الأيام. بعدين وسام مجروح وكرامته مجروحة وهذا الشيء مبين عليه. أما أنت لا، انت مو مبين عليكي انه في رجال خاينك او جارحك. بدل ما توقفي بوشه وتدافعي عن كرامتك بتتصرفي مثل اولاد الصغار. انا عم بتصرف مثل اولاد الصغار؟ طبعا. شو لكان هذا اللي عملتيه بالسهره؟ فكرك انا كنت مبسوط يعني لما انت شربتي وسكرتي ورقصتي وعملتي اللي عملتيه قدام الكل وقدام تينا وكان كل همك انك تغطي عليها قدام العالم؟ فجر، مش انا اللي بعمل هيك. بس انت عملتي هيك، او على الاقل هيك بين. وإلا ليش أنت زعلانه على إياد إنه هو قاعد هلا متضايق بالضيعة؟ دخلك هو وين كان لما كنت أنت مقهورة وزعلانة؟ ها؟ وين كان لما أجى جوزك لهون على الأوتيل وضربك؟ وين؟ كثير عم تقسى علي رامي. كثير. لا مو صحيح. أنا عم بعطي رأيي بالمرأة اللي عم شوفها قدام عيوني عم تتصرف وتاخذ مواقف قرارات. مو هي جنة اللي أنا بحبها. وهي المرة اللي أنا بدي كفي معها حياتي ومستعد أنسى كل ماضيها وكل شيء صار معها منيح ومو منيح. أنا هاي المرة اللي قاعدة قدامي هلأ ما بتهمني. بعتذر بس هي هي الحقيقة. اياد ابني حبيبي، خليك الليلة تعشى عنا. ما
ما بقدر تارك بنتي لحالها، لازم انزل لعندها. ايه، وانا وزهرة شو راح يصير فينا؟ بنحكي ومنقرر. شو يعني بنحكي ومنقرر؟ لوين رايح وتاركنا هيك مرعوبين وخايفين ومعترين ومشحرين؟ ما فهمت، انه انا مشاكلكم ومصايبكم لازم احملها على كتافي مثلا؟ لما الاساتذه كانوا عشقانين بعض وعم يلتقوا بالسر انا ما كنت بعرفهم. ايه بس هلا يا اخي انت صرت بتعرف كل شيء، فما فيك تروح وتتركنا هيك رهينه بايدين هدول العالم. لك لوين رايح يلي بلا قلب يلي بلا رحمه؟ كيف بتقدر تكون جاحد كل هالقد؟ كيف بتقدر تطلع من جلدك من لحمك من دمك؟ هدول يلي واقفين قدامك، هدول نحن، عمتك، ابوك، اخوك، واولاد اخواتك. سمعان يا قليل الاصل، يا قليل الوجدان، يا قليل الضمير، سمعان. هدول اللي واقفين قدامي هلا هنن سبب تعاستي، هنن سبب غربتي. انتو خليتوني اهرب منكم واطلع من جلدي ومن دمي ومن كل شيء، ولا يوم لقيت عندكم الحضن الدافي اللي عم تفتش عليه لحد هاي اللحظه. لحد هاي اللحظه وانا عم بدفع ثمن اسودكم. لك يا ابني، نحن ما عملنا لك شيء، نحن ما عملنا لك شيء. انتو عملتوا كل شيء، كل شيء. انتو قتلتوا زينة، انتو عيشتوا امي بظلم وقهر طول حياتها. انا اذا تعاطفت مع مجد وزهرة بس مشان ما تنعاد مأساة اختي، انا بساعدهم إلهم وبس، ما بيعني لي شيء تاني، ابدا ما بيعني لي شيء تاني ولا بدي يعني لي. أنا بخاف منكن. لا، مو بس بخاف منكن، أنا بكرهكن. حلفت إني ما سامحكن وما رح سامحكن كل عمري. الله يصطفل فيك، الله لا يسامحك. يا ما خبيتك بعبني ودفيتك، يا ما حملتك على ايدي ودرت فيك. يا حرام عليك، يا ما غنيت لك لتنا، يا ما سرت عليك الليالي لحتى الطيب. الله لا يسامحك يا عياد، الله لا يسامحك اللي عملته فينا زمان. الله لا يسامحك لا دنيا ولا آخرة. يا ابني اللي ما خلفته، والله يا ابني اللي ما خلفته، والله يا ابني اللي ما خلفته. انت هاد يا عمي، انت صحيح سبت زوزو وهربت؟ العمى هلا لحقت تخبرك دغري؟ هو سر يعني يا اخويا؟ قالت لي. ولا انت عندك مشكله في اي حاجه ومش عايز؟ لا لا ما ما في مشكلة ولا شيء، بس ما كان عندي وقت وكنت مستعجل وظبط حالي. ما خلص مرة تانية أكيد؟ طب سيبك من زوزو دلوقتي، عايزين نقعد نتكلم بقى على العملية بكرة و 250 ألف دولار. طيب بس رح نحكي، بس خليني أشوف وين بدي طب أغراضي، وين بدي أحطهم، بأي أوضة. بأي أوضة؟ هقول لك. بص، أنت تخش على طول كده هتلاقي ممر، هتلاقي أوضة على يدك الشمال وأوضة على يدك اليمين. الأوضة على يدك اليمين هتلاقي فيها صالون، الصالون فيه كنبة. ركز معايا، الكنبة هتلاقيها ممكن تتفرد وتبقى سرير وممكن لأ زي ما أنت عايز. أنت يا ابن أهبل، ما هو بيت كل أوضة، أنت أول مرة تيجي؟ ماشي ماشي. ده إيه الهبل ده؟
بتعمل منين رح يفرض نفسه بالمحادثات اللي بيشارك فيها الافواض لربي لشؤون اقتصاديه بيير موسكوفيتشي، ولو انه هالموضوع غير مطروح على المجلس. مرحبا ابو تينا. وتينا بكره نبلش الشغل الجديد، بدكم تباركولي؟ مبروك ماما. بش يعني قدي انبسطتولي؟ بليز مش هالقد، بخاف عليكم صار كل شيء من البسط. عكل جبت لكم اغراض ورح اعمل لكم اطيب عشاء. مبروك ماما، مبروك. انا فايت عودتي شوي، اذا عملتي قهوه عيطيلي. بدي اعتذر عن كل كلمة قلت لك اياها. ولا يهمك، اصلا معك حق بكل كلمة قلتها. انت الوحيد اللي ما بتكذب علي وبتقلي الحقيقة. شغلي، الجامعة، المختبر، خسرتك انت. جنى انا حس حالي وحيد. وحتقول هيك ما بقى تبكي. ليش على الباب؟ شو
صعب كمل حياتي. والأصعب كمل حياتي يا ريت. مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صاب العمى قلبي، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته؟ مثل الأيام كنا أنا وانت بقلبك محلي وجوه قلبي انت، وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحي يرجع ويشوف عيونك. يا ريتني يا ريتني كنت بوقتها اختفي. صعب كمل حياتي. آه يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي، آسرني وحابس انفاسي، شو صعب انسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا